بتشكيلة المنتخبين. نبدأ سريعا بتشكيلة منتخب الغيني الذي يدخل المواجهة بالأسماء التالية. حارس المرمى هو كيتا موري حيث يحرس المرمى، بعد ذلك يأتي سانغو، فرانسوا، وسيلامين، وسيلا موسى، وديارا تيبو، وكذلك بانغورا. إذن هذه التشكيلة التي يدخل بها منتخب غينيا بقيادة المدرب للعب المنتخب الليبيري لاعب رقم 15 هو اللاعب سولومون ومن سينفذ. سولومون يتقدم يرفع كرة عالية لكنها طال. قدم مباراة كبيرة خاصة في مواجهته الأولى ضد منتخب رأس الأخضر، لكن لسوء الحظ الكرة تعود محاولة بعد ذلك لمصلحة منتخب الغيني، وهدف هو لمصلحة المنتخب الغيني. تأتي هدية من هنالك من المكان الأولمبي ومن دولة السنغال أو على الأقل من غامبيا، ما كان يريد أن يقدم أفضل من هذا بكثير منذ بداية المواجهة بعد التعادل في مباراتين. المحاولة من جانب المنتخب الليبيري خطيرة لكن الكرة عادت هنا تكيد، هو مارلون هاريسون هنا الشاهد مع الصورة والإعادة، وبعد ذلك خطأ دي كاميرا لاعب وسط أو لاعب المهاجم لمصلحة المنتخب الليبيري. محاولة بعد ذلك التمريرة، وبعد ذلك لا تزال الكرة عائدة من دفاعات المنتخب الليبيري، لا تزال هنالك الكرة داخل دفاعات المنتخب الليبيري، والحكم الماليوش تعود من الجهة اليسرى، بعد ذلك ترفع كرة عالية هنا الرأسية، والهدف الثاني لمصلحة منتخب غينيا بعد عرضية رائعة عاد من الخلف وخاتمون من الخلف يسجلون هدف المباراة الثانية لمنتخب غينيا. على كافة الأثناء إذا تعود الكرة ركلة ركنية لمصلحة منتخب غينيا. محمد ومن سيتولى تنفيذ هذه الكرة هنا الرأسية المتابعة ومرة جانبية إلى ركلة مرمى لمصلحة خطيرة لمصلحة منتخب غينيا. هنا المحاولة هنا التأكيد تسديدة لكنها لم تأتي، والتأكيد لا يزال هنا التسجيل ثالث الأهداف لمصلحة منتخب غينيا. يبدع هنا على ملعب الشيخ أبويدية ويتقدم بثلاثة أهداف على حساب منتخب ليبيريا. الله على مهارة المنتخب الغيني، الله على مهارة لاعبيه وعلى الفرصة الماضية وعلى الكنترول وعلى المحاولة وعلى حتى مراوغة حارس المرمى. ثالث الأهداف لمنتخب الغيني. محمد كبرى هو من سجل في النهائي. هنا الشاهد مع المعاد والإعادة، هنا المرور من بين لاعبين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك الكرة عائدة لم يكن هنالك أي تسلل. كرة تعود عكسية لمصلحة الحسن كاميرا، هنا الرابع رابع الأهداف لمصلحة المنتخب الغيني والذي سجل أربعة أهداف في شوط المباراة الأول. يبدو بأنه ربما يكتسح منتخب ليبيريا في دقائق المواجهة المتبقية وهو 25 الفترة الثانية. إذا أربعة أهداف والأمل لا يزال في انتظار مفاجأة تأتي من منتخب غامبيا في دقائق القادمة. سيداتي سيدات حكم اللقاء يشير إلى نهاية الشوط الأول بتفوق واضح ومستحق لمصلحة منتخب غينيا على حساب منتخب ليبيريا بأربعة أهداف. المباراة الأول والذي انتهى بفوز أو على الأقل باكتساح من جانب منتخب غينيا على حساب ليبيريا بأربعة أهداف لهدف واحد. شوط مباراة ثاني يبحث خلاله منتخب ليفت دون تغييرات تذكر، أو عفوا منتخب غينيا هو الذي دون تغييرات تذكر يدخل شوط المباراة الثاني بالأسماء التالية. موري كيتا، المحاولة بعد ذلك المنتخب غينيا الذي يضغط أو منتخب ليبيريا الذي يضغط في الفصل الثاني. هنا المتابعة من جانب جيفين يبحث عن مساندة وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية لمنتخب ليبيريا في هذه الأثناء. ركلة ركنية لمنتخب ليبيريا في هذه الأثناء. ديفين ومن سينفذ هذه الكرة دائما مهاجم واللاعب وأفضل لاعبي منتخب ليبيريا
الكرة تعود مرة ثانية المحاولة لكن تعود من الجهة اليسرى، بعد ذلك المحاولة تقطع من دفاعات غينيا، المحاولة سقوط للاعب منتخب غينيا على نجيلة الملعب، وركلة جزاء، ركلة جزاء يشير إليها حكم مارول، يحاول مارول سدد، وبعد ذلك هدف المباراة الثاني لمنتخب ليبيريا وهدف تقليص الفارق. إذن 4-2 لمصلحة منتخب غينيا دائما، والمتقدم بأربعة. المدخنون طبعا هذا معروف عن دولة ليبيريا. الكرة تعود مرة ثانية، محاولة من جديد لمصلحة ديفين، يتقدم تسديدة ديفين، وهدف لمصلحة ليبيريا في هذه الأثناء بعد تسديدة من الجهة اليسرى. المحاولة والتقدم، المتابعة والمتابعة، التنفيذ، بعد ذلك عايدة من سي أو سيلا، سيلا إلى محمد سومي، المتابعة، بعد ذلك هنا المتابعة، هنا الكرة خطيرة لكنها سهلة لحارس المرمى، والمتابعة والحكم يشير إلى خطأ لمصلحة منتخب ذلك. إيمانويل يدخلون أو يقفون أمام مرماهم للدفاع عنه. هل يأتي خامس الأهداف؟ هنا تسديد، المتابعة بعد ذلك، وتعود الكرة من أجل أن تعاد اللقطة. بعد ذلك الكرة ستعاد، الحكم يشير إلى إعادة الكرة على ما يبدو في اللقطة الماضية. هنا الإعادة وهنا التمريرة، وهو يأمر ب طبعا كل لاعبي منتخب ليبيريا أمام مرماهم بمن فيهم حتى إيمانويل مهاجم رأس الحربة في تشكيلة ليبيريا. هنا المتابعة وهنا الأيادي على القلوب بكل تأكيد، من هدف خامس لمنتخب غينيا. هل يأتي هدف الخامس؟ هل يأتي خامس الأهداف؟ تنفذ الكرة والمتابعة، التسديدة بعد ذلك تبعد من دفاعات ليبيريا وإلى خارج أرضية الميدان على تمريراته. هنا المرور لم يمر من بين لاعبين، والكرة عادت بعد ذلك. المتابعة من جديد لمصلحة منتخب غينيا، التقدم والمرور، الكرة تعود بعد ذلك، المحاولة من جديد، المتابعة، المتابعة، الخامس، 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 لكن الخامس لم يكتمل، خمسة وخميس لم تكتمل. هنا المتابعة من جديد، هنا المتابعة، هنا التريث، تبعد الكرة بعد ذلك عائدة، هنا الخامس والكرة تبعد، ورا هذه المواجهة الأخيرة له في هذه البطولة، وأن الانتصار من نصيب منتخب غينيا في هذه الأثناء. إذا راية تسلل وراية كارت أصفر يحصل عليه لاعب مانويل. الكرة تعود، إذا سيداتي عريساتي سادتي حكم اللقاء يشير إلى نهاية اللقاء بتقدم وبفوز لمصلحة منتخب غينيا على حساب منتخب ليبيريا. هنا في ختام مباريات الفريقين في بطولة غربي إفريقيا، بهذه النتيجة المنتخبان يغادران البطولة.